عودة مرة أخرى للأستاذ ينادي مكنا رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ ينادي مكنا، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ. يعني لماذا حذرتم من بيع ممتلكات الدولة؟ يعني بداية تحية لكم والمستمع الكريم. بيع أصول الدولة، هناك قاعدتان، قاعدة دستورية المادة 27 من الدستور تقول للأموال العامة، أو طبعا أولا الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، بعدين تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف بها وإلى آخره. هذا واحد. اثنين، قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 سنة 2013. هذه التصرفات أو هذه القوانين الحالية الميرادو المادة 47 يعني يحشكوها في يعني الموازنة، بطبيعة الحال يعني أمر يعني غير شفاف وغير مقبول بالتأكيد، لأنه هذه الأمور هناك ضوابط. إذا كان بيع إيجار أو أملاك الدولة حتى لو كان سكرابات ب 20-30 مليون دينار تعلن لمن يرغب وتهيكل ثم تعلن على الملأ ويأتي ناس ويزايدون عليها. أما هكذا تأتي شركة وتقول أنا أريد هذه المحطة وتلك المحطة ثم يوافق دولة رئيس الوزراء، فهذه ما صارت تاريخ العراق. فالمشكل أنه المفروض أنه أن تكون وفقا للشروط والضوابط والقوانين والدستور. هذه ليست مطابقة أبدا ومرفوضة بهذه الصورة، وعليه أعتقد لا يوجد نائب واحد في البرلمان يؤيد هذا الأمر. طيب أستاذ ينادم، يعني رغم الاتفاق على إلغاء فقرة بيع ممتلكات الدولة المقترحة من وزير المالية الحالي، تصر الحكومة على بيع ممتلكات الدولة ومنها محطات الكهرباء. يا ترى ما سبب هذا الإصرار؟ لماذا تصر الحكومة على بيع الممتلكات رغم يعني هذه الفقرات الموجودة في الدستور التي تحرم بيع ممتلكات الدولة؟ ما سبب هذا الإصرار؟ بداية أنا يعني لست محامي الدفاع، ولكن لربما كانت تحت ضغط أنه كيف السبيل إلى تدبير يعني العملة النقدية وتدبير الإيرادات بحيث تقدر تدفع الرواتب، لربما يكون هذا أحد الأسباب. إن شاء الله ما تكون أسباب أخرى. يعني هنا في حال انخفاض، في حال لو انخفض سعر النفط مثلا أكثر وأكثر، هل هذا يعني أن جميع ممتلكات الدولة سوف تقوم الحكومة ببيعها؟ هل هذا هو الحل؟ لن يحصل ذلك. شوف، هناك العديد من عقارات الدولة، بعشرات الآلاف من عقارات الدولة. هذه لربما يتم التفاهم مع شركات مستثمرة، مع جهات اللي تقدر تستثمرها، وليس المنشآت العاملة والناجحة في عملها أو بحاجة إلى شيء قليل. نحن صرفنا مليارات الدولارات إلى إنشائنا هذه المحطات، واليوم لمجرد أنه حاجة إلى شركة معينة تريد تستثمر، أنطيني هاي وأنا بعدين أبني لك غيرها. يعني ما صاير في التاريخ. ولكن كما قلت، لربما إن شاء الله ما أكون غلطان، أنه نتمنى أن لا تكون هناك أجندات معينة تستهدف البنى التحتية للبلد، كما حصل في موسكو أثناء سقوط السوفيت. 4-5 مافيات اشترت نص أصول الدولة في الدولة الروسية، مافيات معينة، إلى أن جاء استقر الوضع ثم وقفت على رجليها مرة ثانية. ولكن هنا أين المنظومة القضائية، المنظومة الرقابية؟ يعني الحديث عن الفساد ليس بحديث جديد، يعني نسمع بملفات الفساد وهي موجودة على الملأ وحتى مثبتة، ولكن السؤال هنا أين الجهات الرقابية وأين دورها في وقت يعني في وقت يعني يشهد العراق هذا الانهيار في الجانب الاقتصادي؟ أين دور الجهات الرقابية في وقف شلال الفساد الذي يجري في العراق؟ الحكمة تقول لا خير في أمة تأكل أكثر مما تنتج. السياسات الخاطئة الاقتصادية الخاطئة جعلت من العراق لا ينتج، وإنما بلد سوق مستهلك فقط، مجتمع استهلاكي ومستهلك، ويعيش كاقتصاد ريعي، ومن ثم سوق للجوار وما وراء الجوار. وهذه أخطاء فادحة وجرائم. أنا بنظري هذه جرائم بحق المجتمع، بحق العراق. مفروض أن نرجع ونستنهض الزراعة ونستنهض الصناعة، ومن ثم يعني يكفي هذا الهدر ويكفي هذا الفساد.
واحد المحاور الاساسيه ببرنامج الوزاري لدوله رئيس الوزراء كان محاربه الفساد، لكن لحد الان ما شفنا شيء يعني واضح وملموس. نعم تم القاء القبض على بعض المتلاعبين ببعض الدوائر في، ولكن لم يستنهض القطاع. شوف ثمان قطاعات بالموازنه، ثمانيه قطاعات اللي هي اساسيه بالتنميه، من التربيه والتعليمي والصحه والصناعه والزراعه والاعمار والثقافه والاتصالات، كلها 16%، لكن موازنه الكهرباء لوحدها الطاقه 20%. فهل هذا يعقل؟ الموازنة تبع الأمن أعلى من 8 قطاعات التنموية. يعني هناك سياسات لربما مالية مجرد أنه شلون توزع الراتب، ولكن اقتصاديا آسف أن أقول ما كانت ملتزمة هذه الورقة، أو هذه الموازنة ما كانت ملتزمة بالورقة البيضاء التي أعلنت. يعني خرجت على هذه الورقة البيضاء والوعود والبرنامج الوزاري، عليه هناك العشرات من تغييرات بها لم تمر كما كانت، وإنما تم تعديل وتقليص العجز اللي كان 71 تريليون، 44% من الموازنة كان عجز، الآن أصبح دون 30 بكثير. هذا واحد. اثنين، تم يعني الفجوة 30 تريليون طرح من مجموع الموازنة بدون أي تغيير، يعني بدون، مجرد كان أرقام بعد تدقيق المالية، اللجنة المالية مع دوائر الدولة تم خفض 30 تريليون، وتم رفع سقف الايرادات الى اكثر من 10 تريليون بحيث تقلص حجم العجز بكثير. فالنظره الاقتصاديه كانت شبه غايبه، مجرد قضايا جنب نقديه ماليه، شلون الرواتب شلون نوزع. فهذه اخطاء فادحه ان شاء الله ما تمر بالبرلمان. شكرا جزيلا لكم استاذ ينادي مكنا رئيس كتله الرافدين في البرلمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.